أن نبينا عليه الصلاة والسلام على رغم مشاغل الأمة العظيمة التي كان يحتملها وأعباء الوحي الذي كان يكلف به عليه الصلاة والسلام وشؤون الأمة والصحابة والدين والتشريع والتعليم، فضلاً عن أن يكون له بيوتات وليس بيتاً واحداً، وزوجات وليست زوجةً ولا اثنين ولا ثلاثاً ولا أربعاً صلى الله عليه وسلم، كم سيكون في وقته عليه الصلاة والسلام من المتسع الذي يمكن أن يجد فيه مساحةً لمزيد من العناية بالقرآن؟ هو درس عظيم لنا أيها الكرام في كل عام من رمضان، أن حقاً علينا أن نقبل على القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ كان يجد في كل ليلة من رمضان متسعاً من الوقت لمدارسة جبريل عليه السلام، فلنحن أولى والله أن نجد في أوقاتنا في أيام رمضان ولياليه متسعاً من الوقت للاشتغال بالقرآن، لقراءته وتدبره، لتعاهده وتدارسه، للاشتغال به والعيش معه والتنعم بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار والحكم والمعاني العظام.